هدوء حذر يسود مخيم اليرموك بعد يوم دام شهده تشيع شهداء مسيرة العودة الثانية، مقابل اتهامات وجهتها الجبهة الشعبية القيادة العامة لعدة جهات، أهمها دوائر التآمر على المقاومة وجماعات تتعاطى حبوب الهلوسة وأخرى من جوار المخيم ممن يحرضون ضد الدولة السورية. أولاً مثل ما حكينا هناك معتقلين من هؤلاء الناس اعتقلوا أثناء الأحداث واعترفوا في اعترافات، ونحن سنعرضهم لكم في مكان أوسع من هذا المكان ليقولوا لأجهزة الإعلام من دفعهم وكم أخذوا. وفي بعض منهم صدقوا قعدوا 24 ساعة وهم فاقدين عقلهم من الحبوب اللي أعطوهم إياه ومن المسكرات اللي كانوا شربانين. القيادة العامة ذهبت إلى حد اتهام ما أسمته سلطة رام الله، وحجتها أن السلطة الوطنية ترغب بزعزعة استقرار سوريا، اتهام يتنافى وتصريح السيد الرئيس محمود عباس الذي أكد فيه قبل عدة أيام وقوفه إلى جانب سوريا، كما كان قد أعطى تعليماته منذ بداية الأزمة لجميع الساحات الفلسطينية بعدم التدخل بالشؤون الداخلية السورية. السلطة الفلسطينية ليس لها علاقة بالشأن الفلسطيني داخل مخيمات خارج الوطن. الشأن الفلسطيني الوطني في هذه المخيمات هو شأن منظمة التحرير، لم تتدخل سابقا ولا حاليا ولا أعتقد أنها ستتدخل في المراحل المقبلة. هذا البلد هو يتولى موضوع التحقيق ولسنا نحن، يتم التحقيق من خلال أمن البلد، وأمن البلد تقديري سيكتشف الحقيقة. حركة حماس التي تعتبر أحد مكونات تحالف القوى الفلسطينية لم يتطابق موقفها وموقف القيادة العامة، حيث رفضت تحميل السلطة الوطنية مسؤولية الأحداث مكتفية بإدانة الهجوم على مبنى الخالصة، ومستبعدة في الوقت ذاته أن يكون للمواجهات الأخيرة أي تداعيات سلبية على مستقبل المصالحة. أعتقد بأنه مثل هذه الأحداث المفروض إنها تسرع الخطى أمام إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس سليمة، لأنه إذا كان البيت الفلسطيني بهذا الشكل المهلهل ثم مثل هذه الأحداث تزيد هلهلة، بلا شك أنه يصبح الوضع الفلسطيني أكثر سوءا. من جهة أخرى يرى المراقبون أن حجة القيادة العامة ينقصها الدليل المادي، خاصة وأن مكتب حركة حماس الذي يبعد عن مبنى الخالصة بضعة أمتار لم يتعرض لأي هجوم، وكذلك تعرض مسؤول في الجبهة الشعبية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية لاعتداء في نفس اليوم، مما يفند مزاعم الجبهة الشعبية القيادة العامة. تباينت الآراء حول حقيقة غضب الشارع الفلسطيني وأسباب الهجوم على مبنى القيادة العامة، إلا أن أغلب الظن ما حدث في يوم النكسة والدم الفلسطيني الذي أريق له علاقة وثيقة بما حدث. أمل شاهين، تلفزيون فلسطين، دمشق.